استعمال الميك اب الروسي، شايفين بنات بالضبط اللاينر ميك اب لعبه. اول حاجه بنات ان واي اكس الجل حطيته على حواجبي، بعدها بنات قلم ميك اب فور ايفر رقم 5 سويت فيه حواجبي كبيز اول شيء، بعدها اسوي شعرات بلاينر ان واي اكس، بعدها بنات حاخذ باودر ماك ستوديو فيكس على اخر المكان الاسود اللي انا سويته، بعدها بنات كونسيلر جورجي ارماني. من أربن ديكاي أخذت بنات هاللون الانتقالي على كسرة العين ومديته على برا، وبكحل الأسود بنات على الرموش الطرفية من فوق، وكمان كحل بيج من سيفورا. هالحركة تساعدكم في اللاينر. بعدها بنات كحل أسود مرة ثانية أسوي اللاينر عشان أبي يطلع مموة، فأخذ على طول شادو بني، أي شادو بنات عندكم أسوي هالحركة عشان يكون مموة أكثر، وأحدد بنات اللاينر. وبلا لحد يقول كم مرة قالت بنات، المهم نكمل الكحل. الكحل بنات شوفوا لين فين حوقف بالضبط بنات، هنا شايفين، عشان نكمل عليه بالكحل البيج. بعدها بنات ارسم بالكحل الاسود تحت هالحركة، يعتمدونها الروس لانها مرة توسع العين وتفرق في شكل العين. بعدها مسكرة من لانكم وهالرموش اللي تاخذ العقل، حطوا لكم حساب البنت في التيك توك، هذا الغرة بنات من صيدلية وايتس، دائما تسألوني ايش افضل غرة. بنات شوفوا كيف قصة الرموش فعلا روسية.